السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مقال للكاتب عصام الياسري في صحيفة المدى حول عبثية إجراء الانتخابات في العراق. يقول الكاتب: تظن أحزاب السلطة الطائفية بأن الانتفاضة أو ثورة تشرين قد توقفت أو دخلت مرحلة الهدنة الأبدية. من الناحية النظرية يبدو الأمر كذلك، لكن من الناحية الموضوعية وطبقا لما يجري على أرض الواقع فلا تزال الثورة على حالها مستمرة، والوقائع اليومية تؤكد ذلك، وربما أكثر نضجا وبمسؤولية اعتبارية وسياسية مستنيرة، وبحكمة كما يقال على نار هادئة تجعلها تهدد النظام السياسي الطائفي برمته، لا سيما في هذه المرحلة التي يحتدم فيها الصراع بين جميع القوى والأحزاب داخل السلطة وخارجها لحصد نتائج الانتخابات المحلية القادمة لصالحها، وسط تصاعد الأزمات السياسية وتبادل الاتهامات والتهديدات والاستقواء بالخارج. الحكومة لم تنفذ ما ورد في منهاجها وورقة الاتفاق السياسي حول إجراء الانتخابات المبكرة خلال عام، وهذا يعني انتخابات برلمانية وليس لمجالس المحافظات كما خرج للعلن. الحكومة لم تجئ بما هو مغاير بل تقليدية جدا بمدخلاتها، كما من الخطأ انتظار متغيرات تكون مختلفة منها، لأن مدخلاتها تشبه الحكومات السابقة، ولذلك لا يجب منحها المزيد من الوقت، لأن من يريد العمل وإحداث التغييرات بمدة عام فهي كافية جدا لخلق أي هدف. الكثير من الأمور التنفيذية تسجل أيضا في خانة الإخفاق الحكومي، مثل الفشل بإعادة النازحين وإعمار المناطق المحررة من داعش والسيطرة على أزمة سوق العملة الموازي وتطورات الدولار، حيث كل ما جرى بشأنها مجرد قرارات لم تطبق واقعيا. وما يجري حاليا هو ذات السلوك الحكومي منذ 2003 بوجود حكومة ترضية علاقات وتمشية حال وتأجيل للمشاكل وعدم التصدي للملفات الحقيقية. ونقرأ مقالا من صحيفة صوت العراق بعنوان: حكومة السودان والانتخابات المحلية، للكاتب محمد الموسوي. مر عام على تشكيل الحكومة التي اتفقت عليها أطراف الإطار التنسيقي بالتحالف مع أحزاب كردية وسنية، والتي أدت من الناحية العملية إلى تشكيل حكومة المالك الثالثة والموالية لإيران وبمباركة الأمريكان، وبمراجعة سريعة لما حققته هذه الوزارة على ضوء برنامجها المقر من البرلمان في تشرين الأول 2022، نجد أن الحكومة فشلت بامتياز في تحقيق معظم مواده، خاصة وأنها ادعت أنها ستكون حكومة خدمات، وفشلت في توفير الكهرباء التي تعد الشريان الرئيس لكافة مجالات الحياة، ويضاف إلى ذلك الفشل التام في القطاع الصحي الذي تتدهور خدماته بشكل متواصل. أما قطاع التعليم فحدث بلا حرج، حيث قد تسلم وزارة التعليم العالي شخص يحمل شهادة المزورة. مجالس المحافظات يمكن وصفها بالدكاكين المربحة بسبب مردوداتها المالية الضخمة على حساب مصلحة أبناء الشعب العراقي، فضلاً عن ذلك أن القوى السياسية تعتبر الفوز بأكبر عدد من المقاعد هو عملية مسك مباشر للمحافظات والسيطرة عليها من أجل السيطرة على مجلس النواب ومن ثم الحكومة. ما يميز مجالس المحافظات من حيث الأداء أنها لم تقدم شيئاً للمواطن العراقي، وأن منافعها قد انحصرت بالكتل السياسية المتحكمة بها، فأصبحت أهم بوابة من بوابات الفساد والسرقة، مما جعل مطلب حلها مطلباً جماهيرياً. وذلك ما حدث عندما اندلعت انتفاضة تشرين عام 2019، إذ تم تعليق العمل بها من دون حلها كون وجودها دستورياً حسب الدستور العراقي الأعرج.
تناولت منظمة الهجرة الدولية في تقرير لها مفصل تبعات التغير المناخي والوضع البيئي المتدهور في مناطق ريفية وسط وجنوبي العراق، وما نجم عنه من صعوبات في الحصول على موارد مائية وتأثير ذلك المباشر على الوضع المعيشي لعوائل ساكنة هناك، مؤكدة أنه خلال الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني 2016 وتشرين الأول 2022 دفعت هذه الأوضاع مجتمعة إلى نزوح 55,290 شخص على الأقل، ويمثل هذا الرقم نسبة 15% من السكان المقيمين في تلك المناطق. على مر العالم كله أنظمة وشعوبا تقوم إسرائيل بشكل منهجي وموصوف بكل هذه الفظاعات، وتتفنن في أدائها وابتكار طرق جديدة في أشكال الإبادة بادعاء تحقيق هدفها الأساس المعلن من الحرب، القضاء على حركة حماس، متبعة كل ما يخطر في البال وما لا يخطر من دون رادع، ومنها قصف المستشفيات التي تئن ببناها التحتية ومستلزماتها الطبية وكوادرها الصحية، وتجاهد في الحد الأدنى هذا من أجل القيام بواجبها الموجودة من أجله، ومواجهة الموت الذي ترميه إسرائيل من البر والجو والبحر على رؤوس الفلسطينيين. ما تقوم به إسرائيل من إجرام مفضوح بمنتهى الفجور هو إبادة جماعية، ولا يمكن الاستخفاف بتصريح وزير إسرائيلي بأن استخدام القنبلة النووية في غزة قد يكون احتمالاً ممكناً. الواضح أن إسرائيل تقوم بإصرار بكل ما يحقق الإبادة الجماعية وتسعى إلى ترحيل الفلسطينيين، ولم توارب في هذا الشأن، إذ أعلنت باكراً رغبتها في ترحيل سكان غزة إلى سيناء وسكان الضفة الغربية إلى الأردن. ونقرأ مقالة للكاتب أحمد موفق زيدان في موقع عربي 21 بعنوان تسيير السفن هو الرد العملي على الحصار الظالمي على غزة. يقول الكاتب: في ظل الأجواء الفوضوية والإجرامية والهمجية التي يعيشها العالم المنسلخ من كل قيم تعارف عليه البشر، يقوم الكيان الصهيوني بتنفيذ إجرامه وبلطجيته في غزة، بينما يقوم آخرون بتأييده ودعمه، ويلتزم كثيرون الصمت إزاء ما يجري من مجازر ومذابح تقشعر لها أبدان البشر. ولكن يبدو أننا دخلنا عالماً لم نكن نعرفه ولم نكن نتخيله، على الرغم من أن ما يجري اليوم في غزة هو استنساخ لما جرى في مدن العراق وسوريا واليمن، وتكرار لمذبحة الموصل والباغوز ومدن الشام التي فرغت من سكانها الأصليين. ومع دخول العدوان شهره الثاني لم نسمع كلاماً عربياً عن حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه، وهذه إشارة مهمة وقوية بالحد الأدنى العربي المساند لها. كون الفلسطينيين يرزحون تحت الاحتلال، بل إن معظم المواقف العربية استندت للتقويم الصهيوني الذي بدأ في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي، عندما شعرت إسرائيل أن وجودها قد اهتز مع عملية طوفان الأقصى، وبالتالي المواقف المائعة عربياً عن وقوفها بجانب القضية الفلسطينية والدعوة لتطبيق قرارات دولية هي التي دفعت المؤسسة الصهيونية منذ 3 عقود إلى تطبيق مقولة إسحاق شامير الشهيرة بجرجرة العرب عشرات السنين خلف هذه المقولة المتعلقة بالسلام وتنفيذ الاستيطان والسيطرة على الأرض. تمتلئ الأخبار الفلسطينية من غزة بفائض كبير من الدم والجثث والحطام، ويمتلئ الواقع العربي بكم هائل من الأسئلة الموجعة والمخجلة في تاريخ العرب المعاصر عن العجز والتقصير بالقدرة على إنقاذ رضيع من تحت الركام، وعن التآمر والتخاذل عن دعم الحق الفلسطيني والتراجع والهزيمة أمام العدوان، وعن الذل والصمت والتركيع لشعوب عربية ترفض الهوان، وعن الضمير الغائب، وعن الحقد والنفاق والنزعة التهجمية الاستعلائية على كل من يقاوم المحتل.
وإلى صحيفة الشرق القطرية ونقرأ منها مقالة للكاتب سليمان صالح بعنوان المقاومة الفلسطينية تقدم للأمة درسا في اختيار القيادات. يقول الكاتب: المقاومة الفلسطينية قدمت للأمة درسا مهما في كيفية اختيار قياداتها، ففي ميادين الكفاح يتم إعداد الرجال الذين يمكن أن يتولوا القيادة طبقا لما قدموه من تضحيات. هذه الصيغة كانت نتيجة لدراسة الحضارة الإسلامية التي تحتل فيها القيادة مكانتها بإيمانها وتقواها وثباتها وإصرارها وتضحياتها، وتلك من أهم سمات القوى النفسية التي تقوم على شجاعة القلب والضمير. هذه السمات تنزع الخوف من قلوب القيادات، فهي تعمل لتحقيق النصر أو الفوز بالشهادة ليحل قائد جديد يكمل الكفاح لتحقيق الهدف العظيم. أكدت الصحيفة على تزايد الأدلة على التأثير المدمر للحرب على النشاط الاقتصادي، فحسب دراسة استقصائية للشركات الإسرائيلية أجراها مكتب الإحصاء المركزي، أن واحدة من كل 3 شركات أغلقت أبوابها أو تعمل بطاقة استيعاب 20% أو أقل، في حين أبلغ أكثر من النصف عن خسائر في الإيرادات بنسبة 50% أو أكثر. وكانت النتائج أسوأ بالنسبة للجنوب، المنطقة الأقرب إلى غزة، حيث أغلقت 1/3 الشركات عملياتها أو خفضتها إلى الحد الأدنى. وتقول وزارة العمل إن 764 ألف إسرائيلي، 18% من القوى العاملة، لا يعملون بعد استدعائهم للخدمة الاحتياطية أو إجلائهم من مدنهم. والآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. إلى تقرير حول أهم ما رسمه الفنانون من العالم العربي الذين استخدموا مواهبهم في الرسم لتجسيد معاناة أطفال ونساء غزة تحت نار الغارات الإسرائيلية الوحشية على القطاع. وهكذا يستمر العنف الإسرائيلي في غزة من دون رادع من أي زعيم له ثقل سياسي في العالم، ولو بكلمة بسيطة قد توقف الدماء. وهنا يطرح السؤال: هل أصبح بايدن وسوناك وغيرهما أدوات لاستمرار العنف وإراقة الدماء بطلب من إسرائيل؟ وإلى متى يستمرون في أداء هذا الدور المخزي لأممهم وتاريخهم السياسي الذي لا يساهم إلا في نقل عدسات الإعلام من مشهد لا إنساني إلى آخر بوتيرة متصاعدة وأكثر ألماً؟ والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. فلسطين
كل الشعوب متحدة بالدم مع غزة. إلى اللقاء.